مشاهدي قناة سكيزا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. مدينة الدار البيضاء كنتواجدوا الآن مع شباب ديال جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية والتضامن، دايرين واحد البادرة إنسانية غيوزعوا 100 وجبة إفطار على الناس المتشردين والناس اللي ما عندهمش باش يفطروا. يعني كتشوفوا معنا هذه الجمعية كيساعدوا دابا، يعني كتكون من شباب اللي كيقوموا بهذه الاعمال الانسانيه، الله يكثر خيرهم. يعني انتما كتشوفوا معنا شنو كيوجدوا دابا، يعني هذا هو الفطور اللي غادي يوزعوا على الناس. يعني في سبيل الله تشاركوا بيناتهم وتعاونوا باش جمعوا وشراوا هذا الشيء كامل باش يوزعوه على الناس اللي ما عندهمش باش يفطروا. الله يجازيهم بالخير ديالهم. البيضة داك البيضة كتشوفوا معنا كيوجدوا كل شيء باش فاش يقرب الفطور غادي يخرجوا ويوزعوهم على الناس اللي محتاجين باش يفطروا. الناس اللي يكونوا في الزنقة، الناس اللي يكونوا نخليكم عطني الموقع احمد خويا واحد دقيقة الله يحفظك. شت عندك الميكرو احمد. احمد اكيد كلشي كيعرفك، كلشي عارفك بالاعمال الخيريه ديالك. احمد قلتلي الناس اللي الله كيتعرفوا عليك وشنو العمل اللي درتي اليوم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشاهدوا على البث المباشر ديال شوف تي في، الحمد لله كل نشاط والا كتكون حاضره معنا. الحمد لله عندنا واحد النشاط مختلف ديال توزيع 100 وجبه الفطور ان شاء الله الناس اللي ما عندهمش كما كنقولوا باش يفطروا. الحمد لله مع الجائحه هذه دابا كنتضامنوا مع الناس اللي مساكن ضروري اللي مع محتاج. دابا الحمد لله دابا راه درنا واحد 100 وجبة إفطار ونتمنى من الله عز وجل يكون مقبولين في ميزان حسناتنا، وتا لأي واحد ساهم في هذا الأجر راه عنده أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. كيفاش جاتكم الفكرة ديال وجبة 100 إفطار؟ الصراحة حنا درنا هاد 100 وجبة الإفطار درناها قليلة، كنا بغينا أكثر فهمتيني، ولكن على قبل الماديات اللي عندنا والإخوان اللي تعاونوا معنا وفرنا 100 وجبة. وكما شفنا بعد الحالات اللي تلاقينا معاهم قبل الافطار اللي مساكن كيقول لك بغينا نفطروا وبغينا هذيك، وشفناهم شاف في بعض الاصدقاء وبعض الشوارع اللي مساكن اللي كينعسوا برا وداك الشيء، تلاقينا معاهم ومنهم افارقه مسلمين حتى هما يا وكيصوموا. وصراحه اثر فينا هذيك الامور، قلنا اقرب وقت نديروا وجبه الافطار، ومازال ما كناش غنوليو نديروها تقريبا، ما كناش نديروها يوميا، ولكن ما جمعيه على قد الحال نقدروا نديروها كل اسبوع ان شاء الله باذن الله. كل اسبوع؟ كل اسبوع. الناس اللي غادي يبغيو يشاركوا الخير هذا وشنو تقول لهم؟ اي واحد بغى يشارك هذا الاجر هذا ولا ربي بغى يوفقه في هذا الاجر راه مرحبا. بغى يوفر لنا شي حاجه راه مرحبا. بغى يجي يشارك معنا هذا النشاط راه الف مرحبا. يشوف هذاك الشيء على المباشر ويشوفوا بعينه كيفاش كدوز الامور وكيفاش كتوصل وهذيك الفرحه اللي غيلقاها مع ذوك الناس فهمتيني. انتم مستعدين دابا ويجي يلاه الله بدينا كنوجدوا. خدينا تقريبا كل حاجه كنلقاو فيها 100 100، خدينا 100 بنانا، 100 خبزه، 100 كرواسا، 100 قرعه الماء، شباكيه، كاين التمر، كاين دانون، كاين الفرماج. في سبيل الله. في سبيل الله. هادشي اللي قدرنا عليه الله، هادشي اللي قدرنا عليه الله، ونتمنوا المزيد من العطاء. وهذا واحد الميساج غنوصلوا كاع الناس، ماشي يتعاونوا مع جمعيه الرحمه ولا شي حاجه، يتعاونوا مع الناس اللي قرابين ليهم.
الناس اللي محتاجين، كاين اللي عنده وليدات ومسكين ساد عليه، كاين اللي بزاف الامور، والحمد لله راه كنديروا هاد الجمعيه هذه فيها بزاف الامور، ولكن الخصوص كنتضامنوا حيت جمعيه الرحمه الاعمال الاجتماعيه والتضامن، التضامن حيت حنا دراويش فهمتيني كنحسوا بالدرويش، هذا هو هذه هي النقطه. الحمد لله حنا راه ماشي كما كنقولوا عندنا الماديات ولا بغينا نتباهاو انه كنديروا واحد العمل، لا هذا كميساج نوصلوا حنا كمغاربه وكمسلمين وكنتضامنوا مع بعضياتنا. الحمد لله حنا البلاد الكرم وداكشي، الحمد لله خصنا نتضامنوا مع جارنا مع واحد من العائله كتلقى معاهم ديما، الا ما قدرتيش تعاونوا خلي غير كلمه طيبه ولا وصلوا لشي شي شي حاجه اللي يقدر يستافد منها هذاك السيد فهمتيني، هذا هو التضامن ديالنا، ماشي يكون عندك مثلا الماديات ولكن كما مثلا غتبارطاجي معاه الفكره راه عندك حتى اجر اجر كبير عندك. ماشي بالضبط يجيو عندكم غير يكون دايز واحد يهبط مع شي حاجه ما فيها باس. الحمد لله حنا ماشي غنتباهوا، الحمد لله معنا شباب كل واحد مكلف بجوج اوصال ثلاث اوصال، الفطور اللي كيفطر في الدار خصو يهبطوا الناس كما ربونا والدينا، ماشي غنفطروا حنا بوحدنا وغنعمروا الطبله حتى الشهر هذا ديال الصيام راه ماشي ديال الاكل، راه كاين اللي تقريبا كيوصل حتى 200 درهم 300 درهم في الطابله وكياكل منا تقريبا غير ربع 30 درهم ديال كاين اللي كياكل منا غير ربع، ما فيها باس شارك مع واحد الدرويش هو داكشي اللي غيشيط لك غتعطيه ليه قبل ما يشيط لك، وراه عندك اجر كبير راه باش تفطر صائم راه ربي راه عنده واحد القيمه وعنده واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. حاليا تحوجتي دابا وجدنا 100 كاين ماشي كنا بغا نوجدوا وجبه كما كنقولوا الحريره وداكشي، ولكن الحريره مع هذه الجائحه وداكشي كنديروا شي حاجه اللي تكون ما فيها حتى شي امور اللي غيفطر مثلا ياخذ الافطار هذا ما يخلقش ليه شي مشكل ولا شي حاجه ترجع عليه ولا شي حاجه. الحمد لله كنجيبوا داكشي بلاطات ديالو وكنشروه حنايا من المراكز اللي كتكون مزيانه وكنجيبوه، هادشي كنفطروا به حنا غنفطروا به حتى الناس. احمد اللي غيبغي يتواصل معاك ولا يبغي يجي عندك ولا مرحبا يعاونك في شي حاجه في الخير. مرحبا خويا حمزه مرحبا. فين غادي يجي عندك غادي يتواصل معاك؟ نخلي الرقم التليفون ديالي واللي بغى يجي العين المكان راه حنا مرحبا كنتواجدوا في الرحمه، واللي بغى يجي يشارك معنا راه الاشاره الحمد لله. واخا قول لهم النمره ديالك 06 64 11 78 45 06 64 11 78 45 هذا الرقم ديالك؟ هذا الرقم ديالي. اللي بغى يتواصل معاك ولا اللي بغى يتواصل معايا ولا اللي بغى يوفر لنا عاوتاني ان شاء الله وجبه الفطور ما كرهناش نديروها يوميا، ولكن الله المستعان حنا دابا كنبروغرامي ان شاء الله السيمانه الجايه. دابا هذه الوجبه الحمد لله راه توفرات هي مشات، وكنتسناو ان شاء الله الوجبه الثانيه ان شاء الله السيمانه الجايه احمد. الله يكبر بك، الله يجازيك بالخير ديالك. هانتوما مشاهدي قناه التيفي كتشوفوا معنا هاد الشباب هادو اللي كيقوموا بهاد الاعمال الخيريه اللي في سبيل الله. هانتوما موجودين 100 وجبه افطار اللي غادي يوزعوها على الناس المتسردين والناس اللي ما عندهمش باش يفطروا في سبيل الله. هاد الناس جمعوا من مالهم الخاص وتعاونوا مع بعضياتهم باش قدروا انهم يشريوا هادشي 100 من كل حاجه. انتم كتشوفوا 100 عصير، 100 قرعه د الماء، 100 خبزه، 100 بنانه، 100 دانون. كتشوفوا معنا هادشي اللي قدرهم عليه الله، بغاو الناس يوقفوا معاهم باش يبقاو كل نهار بقى يديروا بحال هاد العمل الخيري. لكن الجمعيه على حق الحال كيف ما قال لنا احمد ان شاء الله الله يقويكم.
اللي بغى يتواصل معاهم راه احمد رئيس الجمعيه راه حط النمره ديالو، راه حط النمره ديالو، اللي بغى يتواصل معاهم ويعاونهم في شي حاجه يعني سواء مأكولات سواء مواد غذائيه باش يوزعوهم على الناس يتصل به ويعاونوه. كتشوفوا التحضيرات باش يمشيو يوزعوهم على الناس. الجمعية كتكون شباب وعزازين على الخير ديالهم، وزع اليوم العمل في ميزان الحسنات. احمد عاود ذكر الناس اخويا بالنمره ديالك 00 64 11 78 78 45 45 يعني دابا كيوزعوا البيض على هاد القفاش، هادو كيوزعوا البيض. شحال درتو بيضة؟ بيضة لواحد؟ بيضة. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي اللي بغا يتواصل مع الشباب ديال هاد الجمعية هادي ويعاونهم في شي حاجة ديال المأكولات يتواصل مع احمد، عطاكم الرقم ديالو في سبيل الله. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي على حسن المتابعه.